مشاهدينا، استكمالا لهذه الحلقة الخاصة في عيد المقاومة والتحرير، نحن الآن في مدينة النبطية، مدينة الإمام الحسين، والتي عرفت بأولى خطوط المواجهة مع العدو الإسرائيلي، وخاصة في ساحتها، ساحة الإمام الحسين. معنا الآن عضو كتلة التنمية والتحرير سعادة النائب الحاج هاني قبيسي. أهلا بك في هذه الحلقة الخاصة بعيد المقاومة والتحرير. سعادة النائب، يعني حضرتك من الرائدين في تاريخ المقاومة والصراع مع العدو الإسرائيلي قبل لحظات التحرير في العام 2000 ووصولا إلى يوم التحرير في 25 أيار. ماذا تستذكر من هذا التاريخ، تاريخ الحرية لهذه المنطقة والقرى المجاورة، وما الأثر الذي تركه عيد التحرير على أبناء هذه المنطقة؟ قبل البدء عن مجد المنطقة بمقاومة سطرت أروع أنواع البطولات، الرائد الأساسي للمقاومة ولعملها ولتأسيسها سماحة الإمام المغيب القائد السيد موسى الصدر، الذي أطلق العنان لهذا المشروع الكبير، إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام. وكنا مجاهدين في هذا الخط على درب هو رسمها وهو خططها. نوجه التحية للإمام العظيم الإمام القائد السيد موسى الصدر لما ترك لنا من ثروة كبيرة مكنتنا من امتلاك العزة والكرامة والنصر. شهر أيار يحمل في طياته تاريخين متناقضين، واحد مجيد سطر أروع أنواع البطولات في الجنوب وهو انسحاب العدو الإسرائيلي من أرضنا، و17 أيار الاتفاق المشؤوم الذي وقع في لبنان نتيجة ضعف في الرؤية ونتيجة تواطؤ على الوطن، وبالتالي كان هناك اتفاق مع العدو الإسرائيلي. 25 أيار أسقط كل ما قبله. لأجل ذلك نحن في مدينة شاركت بشكل أساسي وفعال، مدينة النبطية ومحافظة النبطية وكل الجنوب، أبناء هذه المنطقة سطروا أروع أنواع البطولات على خطى الإمام القائد السيد موسى الصدر برفضهم للاحتلال، وبكلمات كتبها أو قالها البعض لا بد أن نستذكرها، الشيخ راغب حرب الذي كان يعمل في تلك الفترة ضمن المجموعة القائمة لمواجهة العدو الإسرائيلي، المصافحة اعتراف والموقف سلاح. هذه مسيرة الإمام الصدر، ترجمها أبناء المنطقة عزة وبطولة وجهادا وتضحية على مستوى رفض المحتل أيا كان هذا المحتل. السعي لتحرير المنطقة والشرارة الأولى انطلقت من أمام حسينية مدينة النبطية التي قارعت العدو الإسرائيلي وأحرقت آلياته هناك، وانطلقت شرارة المقاومة بجهد ومعنويات كبيرين من المقاومين الذين آمنوا بفكر موسى الصدر. استمر هذا العمل لسنوات حتى وصلنا إلى التحرير وإلى النصر والعزة، لأنه لا يمكن أن يعيش الإنسان بعزة وبكرامة وبسيادة دون تضحيات، والتضحيات كانت كبيرة جدا، دماء شباب، قادة، مجاهدين، كوادر صاروا في هذا الركب وعملوا لأجل تحرير الجنوب، على رأسهم الشهيد محمد سعد، الشهيد خليل جرادي، الشهيد بلال فحص، الشهيد هشام فحص، الشهيد خلدون، الشهداء كثر تعداد الشهداء، الشهيد حسن داود الذي سطر أروع أنواع البطولات في إقليم التفاح، كانوا شباب مجاهدين. أستذكر بعض الأسماء الآن، لكنهم رفاق درب كتبوا بدمائهم مجد هذا الوطن. نحن في مركز نادي الشقيق في مدينة النبطية، هذا المبنى احتله العدو الصهيوني وكان مكتب تحقيق لجيش لحد ولغير الجيش لحد، ومن ثم وجد المبنى مفخخا عندما سحبت إسرائيل وفككت متفجرات وأعاد ترميمه دولة الرئيس الأستاذ نبيل. حجب الحديث عن التضحيات وخصوصا مدينة النبطية والقرى المجاورة لها وما عانته هذه القرى من تدمير وتهجير، برأيك كيف استطاعت هذه المدينة والقرى المجاورة النهوض بعد التحرير والوصول إلى الشكل الذي هي به اليوم؟ ما مرت به المنطقة، وإذا ذكرنا بالتحديد محافظة النبطية وبالتحديد أكثر بالأخص قضاء النبطية، ارتكبت فيه إسرائيل مجموعة مجازر وسقط فيها شهداء، من بلدتكم النبطية الفوقى إلى والدكم الشهيد إلى سير الغربية إلى حمين التحتة إلى أكثر من منطقة إلى أكثر من بلدة ضحت على مستوى أبنائها وشبابها بدمائهم. هذا الجهد الذي بذل لإعادة استنهاض الأمور على مستوى
العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في منطقة النبطية مكن أهلنا من إعادة الانطلاق من جديد، وكان للرئيس بري دور كبير في هذا الأمر، لأنه منذ أن بدأت الانتخابات النيابية وبعد العمل الجهادي والمقاوم كانت كتلة التنمية والتحرير، سماها الرئيس بري كتلة التنمية والتحرير ليواكب التنمية الداخلية بالتحرير وعمل المقاومة ليكون أمران متلازمين ليستمر هذا المجتمع بحياة عزيزة كريمة. حج، بالحديث عن الواقع اليوم والحرب الدائرة حاليا في الجنوب، اليوم يؤكد الواقع مجددا الحاجة إلى بقاء المقاومة والتمسك أكثر بثقافة التحرير وثقافة عيد المقاومة والتحرير في 25 أيار. برأيك كم نحن بحاجة اليوم إلى الوقوف صفا واحدا في لبنان بمختلف مكوناته خلف هذه المقاومة؟ أولا، ملف الحرب التي بدأتها إسرائيل لم تبدأ اليوم ولم تبدأ في 27، والداعمين للعدو الصهيوني من قوى تسعى للسيطرة على المنطقة منذ أن زرعت إسرائيل عام 48 على أرض فلسطين، أو الصهيونية العالمية زرعت على أرض فلسطين والحرب مفتوحة، وهذه الحرب كلفت دماء كثيرة من شهداء على مستوى مصر والأردن وسوريا ولبنان وكل الدول العربية التي ضحت لأجل الدفاع عن قضية فلسطين. بعد ذلك تغيرت الأمور، والضغط العالمي الساعي للسيطرة على المنطقة والدعم للعدو الصهيوني أسقط مواجهة الدول. دول وقعت ودول طبعت ودول صارت في ركب تسعى إلى تطبيع جديد. من بقي هم بقي المقاومون، وأقول الآن بفم الملآن في كل منطقة الشرق الأوسط، من يقارع الاستعمار الغربي والعدو الصهيوني هم أحزاب مقاومة وليس دول. الدولة الوحيدة التي كانت داعمة، التي هي داعمة وما زالت داعمة، هي سوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونرى المؤامرات التي دبرت لسوريا. في ظل هذه الأجواء أقول المقاومة لا يمكن التخلي عنها أبدا، وقول الإمام الصدر إسرائيل شر مطلق، شر لا نهاية له، لا يمكن أن تتحول إسرائيل إلى حمل وديع، وتسعى لتغيير الثقافات بتغيير المناهج والدراسات وتسمية فلسطين وكل ما إلى ذلك. ومن هنا نوجه التحية للمقاومين الأبطال في فلسطين، في غزة وفي الضفة الغربية، في لبنان، لكل من يسهر ليلة واحدة يضحي بوقته وبعائلته لأجل الدفاع عن الوطن، في سوريا، في العراق، في كل المنطقة التي تواجه إسرائيل. المقاومة ضرورة استراتيجية للحفاظ على سيادة الأوطان وعلى الكرامة وعلى القضية الأساسية فلسطين، على القدس وعلى كنيسة القيامة. عضو كتلة التنمية والتحرير سعادة النائب الحاج هاني قبيسي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا، وكل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتم بخير، وتحياتي لكل المقاومين والمجاهدين، وتحياتي لكل أهل الجنوب، وتحياتي لكل اللبنانيين الذين نأمل أن يكونوا في لحظة من اللحظات يدا واحدة، موقفا واحدا لمواجهة العدو الإسرائيلي، كما قال الإمام القائد السيد موسى الصدر: إن أفضل وجوه الحرب مع إسرائيل الوحدة الوطنية الداخلية. مشاهدينا، متابعة لهذه الحلقة بذكرى عيد المقاومة والتحرير، نستضيف الآن مفوض الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية القائد ربيع عيسى للحديث أكثر عن دور هذه الجمعية الرائد في صنع التحرير وفي الحفاظ على هذا التحرير ونقله عبر الأجيال وصولا إلى دور هذه الجمعية اليوم. قائد، بداية خبرنا أكثر عن دور جمعية كشافة الرسالة الإسلامية بشكل عام ودور الدفاع المدني بشكل خاص في مرحلة التحرير وفي صنع التحرير وصولا إلى ما نعيشه اليوم. بداية بدنا نبارك لكل اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا بهذا العيد المبارك. مثل ما تفضلت، دور كشافة الرسالة الإسلامية قبل وخلال التحرير كان دور رائد جدا، ما انتهى مع التحرير، بس بلش مع التحرير. كيف بلش مع التحرير؟ كان عندنا دور أساسي نحن، إضافة لكل المهام اللي قمنا فيها، لاستقبال الناس، تسهيل عودتهم الآمنة لقراهم، فتح الجسور، مد المعابر، تأمين المواد الأولية والتموينية ليوصل المواطن لبلده. حتى نحن بقراهم
أقمنا المخيمات التطوعية للقيادات والعناصر الكشفية حتى تساعد الناس في تنظيف بيوتها، تأمين الفرش، المواد الأولية اللي كنا عم نحكي عنها، وحتى ببعض المراحل إزالة الركام. إذا ما نتحدث أكثر عن دور جمعية كشافات الرسالة الإسلامية على المستوى الثقافي، على مستوى تربية الأجيال على ثقافة التحرير ما بعد العام 2000، ما هو الدور الذي قامت به هذه الجمعية في مستوى تنشئة الأجيال على ثقافة المقاومة وثقافة التحرير؟ مثل ما هو معلوم أنه جمعية كشافات الرسالة الإسلامية تملك العديد من القادة المتطوعين إخوة وأخوات، وهي تقوم بشكل دوري بتدريبهم على كل المواضيع التي تعني الشباب وتطور قدراتهم وتعلمهم على تخطي صعوبات الحياة. بالأساس نحن عندنا كل أنواع التربية اللي منثقف فيها عناصرنا وقياداتنا، من هذه التربية، التربية الوطنية وتعلق بالوطن. قائد ربيع، بخصوص المرحلة التي نعيشها الآن والحرب الدائرة في الجنوب، لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية وللدفاع المدني بشكل محدد وخاص دور كبير في هذه المواجهة الجارية حاليا، ويعني جهاز الدفاع المدني يدفع الثمن أيضا بالتضحية وبالشهداء وتقديم الشهداء في المنطقة الحدودية. ما هو الدور الذي يقوم به جهاز الدفاع المدني في المنطقة الحدودية، وما هي الصعوبات التي تواجه هذا الجهاز في ظل الاعتداءات الإسرائيلية اليوم؟ جهاز الدفاع المدني مثل ما كنا بنعرف كمان موجود إلى جانب أهلنا منذ بداية الحرب على الخطوط الأمامية ومنتشر بكل المناطق اللبنانية لتقديم مختلف المساعدات من إسعاف وإنقاذ وأطفاء حتى نعطي الأمان لأهلنا الموجودين والنازحين. وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية من خلال قياداتها وعناصرها بتتابع موضوع النازحين اللي تركوا أرضهم قصراً إلى أماكن النزوح، بتأمن لهم مراكز الإيواء، بتأمن لهم التجهيزات اللازمة ليعيشوا بكرامة ضمن الإمكانيات المتاحة، وزائد أنه المناطق الحرشية اللي عم بيتم قصفها بالفسفور الأبيض عم تصير كتير كبيرة وواسعة، كمان عم نشارك بشكل وثيق بشكل أساسي مع الجمعيات اللي بتشبهنا واللي عم نشتغل نحن وياهم بهذه المحاور لإطفاء الحريق ومحاولة أنه التخفيف يعني من خسائر الناس قدر الإمكان. مفوض الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية القائد ربيع عيسى، من نتشكرك ومن نتمنى لكم المزيد من العطاء في خدمة الأهالي، إن كان لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية أو كل الجمعيات الإسعافية الموجودة في ظل الوضع الراهن.